كلمات يونت 10 ليسون 1 و 2. لوز، لوز يعني واسع او فضفاض. سايز حجم او مقاس. سايز ستايل اسلوب او طراز، اللي احنا بنقول على الستايل يعني. سمارت، سمارت يعني شيك يعني مهندم، وتنفع لو شخص اصفه ان هو ذكي. سترايبت يعني مخطط، يعني في خطوط كده في ال كلايمت مناخ. تراديشنال تقليدي. كاجوال، كاجوال الكلمه دي مهمه، الملابس الغير رسميه، يعني مش قميص وبنطلون وجرافطه وبدله يعني وكده وبجرافطه والكلام ده، لا للفضل. بنطلون جينز تيشيرت كده. يعني تقول له مثلا ايه ده المدرس لابس كاجوال النهارده، لابس يعني بقى ايه، لابس كوتش بنطلون جينز تيشيرت كده بتاع، الحاجات دي اسمها كاجوال، هدوم عاديه يعني ملابس عاديه غير رسميه. كالر فول ملون، تمام. ترينرز حذاء رياضي، حاجه زي الكوتش كده. روب بالبيل خفيفة، عباية لو حط عكسنا البيئة لبناها بتبقى حبل روب. هيد سكارف حجاب الرأس، احنا بنقول على الطرحة يعني. اير رينجز، اير رينجز دي الحلق. سان جلاسز النضارة. هاند باج اللي هي شنطة اليد، هاند باج. تراوزرز اللي هو البنطلون، تراوزرز. بوتس حذاء برقبة طويلة، الجزمة البوت يعني. جينز البنطلون الجينز. جلابية اللي هي الجلابية اللي بيلبسوها في الصعيد والفلاحين وكده. بيلت حزام، حزام بيلت. ساندلز يعني ساندل، وده بيتعامل معاملة الجمع عشان في اس زي الشوز بالظبط. سكارف الوشاح او الطرحة. شوز حذاء. سكيرت يعني جيبة. جامبر يعني بلوفر. نيكلس عقد، نيكلس عقد الكلمة دي بقى. جوري، جوري اللي هي المجوهرات، نطق كده جوري، جوري اللي هي المجوهرات. ليذر دي الخامات بقى، دي المواد الخام اللي بتصنع منها الملابس والأحذية والحاجات دي. ليذر جلد، قولوا جزمة جلد، جاكيت جلد. جولد ذهب. كوتون قطن. لاينن الكتان. بلاستيك. وول ميتال. جلاس. في بعد كده الصفات دي بقى. ريلاكسد يعني مستريح او مسترخي. سبيشال يعني خاص او مميز. سبيشال السي مع الاي شين، ها. سبيشال. ابيت يعني قليلا، احنا بنقول حبه سنه كده. اوتسايد يعني بالخارج. بروتكت يعني يحمي، والماضي منها بروتكتد. وورم يعني دافئ. انشنت ايجيبشنز قدماء المصريين. شيت ملايه، شيت وتنفع فخ ورق. كلوذنج الملبس، كلوذنج بالاي ان جي الملبس. الكتريك يعني كهربي، كهربائي يعني، كهرباء يعني هي ده بيسير بالكهرباء، بيسير بالايه، بيسير بالكهرباء، زي مثلا الاتوبيس اللي بيمشي بالكهرباء، عربيه الحاجه اللي هي بتمشي بشحن الكهرباء. وودن يعني خشبي، وودن يعني خشبي. سترينج غريب، الافعال المهمه. وير يرتدي، وور، وورن. ميك، ميد، ميد يرتدي يصنع. بعد كده في جرو، جرو، جرون. تحفظ التصريفات بالتلاته. في عندك كلمه وعكسها، words and opposite الكلمات وعكسها. تراديشنال تقليدي، تراديشنال عكسها ان تراديشنال غير تقليدي. comfortable نقطة كده، comfortable، comfortable يعني مريح. uncomfortable يعني غير مريح. uncomfortable يعني غير مريح. important ممكن تنطق important كده. unimportant يعني غير مهم. similar متشابه. different عكسها different. loose يعني فضفاض واسع عكسها tight ضيق يعني ماسك في الواحد جامد. cheap رخيص عكسها expensive. ناخد الكلمات بقى بسرعة كده، الكلمات دي مهمة ليها تعريفات. عندنا بيلت الحزام. كاجوال يعني ملابس غير رسمية، يعني بقول لي هي كاجوال كلوز، الملابس الغير الكاجوال، بقول ملابس الكاجوال دي ار نوت فورمال غير رسمية. نوت فورمال غير رسمية، أهم حاجة فيها الحتة دي، نوت فورمال غير رسمية.
قاتل معروف القطن، ده الخامة اللي بتصنع منها الملابس. ايرنج اللي هو الحلق جولد، يعني ايرنج مثلا تعريفه ابيس اوف جوري، يعني هي قطعة من المجوهرات. يوجلي وان اوف ابير وورن، المهم وورن ترتدى اون ان اير في الودن. ها يعني مثلا يبقى هي عبارة، اهم حاجة اهم حاجة بقى تتعلق بايرنجز ان هي ايه، جوري هي مجوهرات وترتدى ايه اون ايرز في الودان. تمام، عشان لو جالي بس الكلمة بعرف تعرفها. جولد ده المعروف الذهب، ده فاليابل يعني ميتال، ده معدن قيم يعني يستخدم في صناعة جوري المجوهرات. هاند باج دي حقيبة اليد، شنطة شنطة الايد يعني. هيد سكارف حجاب الرأس، هو عبارة عن ماتيريال ذا وومن، الومن النساء يعني وير تو كفر ذير هير، بيلبسوه عشان يغطوا راسهم. عندنا كلمة جوري اللي هي المجوهرات، المجوهرات عبارة عن objects أشياء يعني ذا يوير أو ويمن بترتديها ويمن النساء، تبقى اكسبنسيف غالية، ميد اوف جولد اور سيلفر، مصنوعة من الذهب أو الفضة. تمام، ليذر الجلد ده برضو خام بيتعمل منه شوز باجز كلوز ملابس. لاينن ده الكتان برضو دي خامة بتستخدم في صناعة الملابس. ميتال المعدن، نيكلس العقد، جلابية الجلابية، الجلابية طب برضو بتعرفها along loose piece of clothing يعني عبارة عن صوب فضفاض واسع يعني along loose loose يعني طويل وواسع. يبقى هي عبارة عن ملبس، حاجة بنلبسها يعني بتبقى واسعة وفضفاضة. ساندلز ده معروف الصندل، برضو دي مهمة في التعريفات ممكن تيجي فيها أسئلة. open shoes هو عبارة عن حذاء مفتوح يعني مفتوح في فتحات كتيرة. that you usually wear بترتديها عادة in warm weather في الطقس الدافئ يعني زي يوم حر مثلا ولا حاجة، فالناس تلبس صندل عشان ايه يدخل لها هوا في رجليها. سكارف ده عبارة عن وشاح أو طرحة، ها اللي عبارة عن ايه بقى، along piece of material يعني هي عبارة عن خامة، عبارة عن حاجة كده ذا يو وير بترتديها around the neck or shoulders اللي احنا بنروح على الوشاح بتلبس حوالين الرقبة أو الكتف يعني. سايز مقاس، سمارت يعني انيق او مهندم، وتوصف شخص برضو كان هو ذكي. لوكين كلين اند تايدي، سان جلاسز دي النضاره بتاعت الشمس، اي بروتكت يور ايز فروم ذا سان، اي بتحمي عينك من الشمس. ترينرز ده الكوتش او الحذاء الرياضي، بيبقى عباره عن لايت كومفورتبل شوز، عباره عن حذاء خفيف كده ومريح. People wear for sport، بيرتدي الناس لممارسة الرياضة غالبا يعني. wool الصوف ده برضو خام، دي كلمات اللي هي اللي هي المهمة أوي. بعد كده في عندي الكلمات بقى اللي فيها الشغل اهي، الكلمات التالية تأخذ بعدها فعل جمع، يعني الكلمات دي بتتعامل معاملة الجمع، يعني نقول are ما نقولش is مثلا، نقول به ما نقول have ما نقولش has، فالفعل اللي بعديها بيبقى فعل جمع. ليه؟ لان لو شلت ساندلز اكن قلت زي، سان جلاسز اكن قلت زي مش ات. مثال اهو، ماي سان جلاسز يعني نظارتي اللي نظارة الشمس بتاعتي يعني، ار ما قالش از. تمام، عادل ترينرز حذاء عادل اللي هو الحذاء الرياضي يعني بتاعه، ار ميد اوف ليزر مصنوع من الجلد، ليزر يعني الجلد الطبيعي يعني. طيب كلمة appear of تستخدم لتشير إلى زوج من وتعامل معاملة المفرد. تاني، هي appear of عايج وراها sandals، عايج كل أي حاجة من الحاجات اللي فوق دي، appear of shoes، appear of socks زوج من الشرابات، appear of أي حاجة بس جزء فردتين في الملابس. بس لو قلت appear of بتتعامل معاملة المفرد، طيب my mom bought me، ماما اشتريت لي appear of sandals، يعني إيه sandal، هي appear of sandal يعني sandal. ابير اوف شوز، بص ابير اوف شوز اللي هو ايه زوج من الحذاء يعني فردتين يعني، ابير اوف شوز يعني الحذاء يعني. از نوت انف فور مي فور تريننج، يعني عايز اقول جزمه واحده مش كفايه ليا عشان اتمرن بيها يعني. بص بقى كلمه كلوز اللي بالاي اس دي الملابس، انما وتنفع لو شلت منها الاس وحطيتها كده كلوز كده يلبس يعني، يعني مثلا my clothes are fashionable يعني انا ملابسي على الموضه، هدومي اللي بلبسها على الموضه،
بيتعامل مع الملابس معاملة الجمع، وملهاش مفرد، يعني المفرد بتاعها لا هي اسم جمع بس ملهاش مفرد. كلمة كلوز اللي تحتيها دي يلبس، اقول بس شي كلوز هير بيبي، هي بتلبس البيبي بتاعها، ها طفلها. ان ديفرنت كلرز، بالوان مختلفة. الكلمة اللي جاية كلمة كلوز من غير الايه بقى، القماش. His shirt is made of good cloth، يعني القميص بتاعه قميصه مصنوع من قماش جيد. يعني الفرق بقى بين جوري الاولانيه دي وجولز، الاولى تعامل معاملة المفرد، المجوهرات الاتنين بمعنى مجوهرات، الحلي والمجوهرات والكلام ده، بس الاولى بتتعامل معاملة المفرد والتانية بتتعامل معاملة الجمع. طب اميز ازاي بالاسم اللي فيها اس جمع اللي ما فيهاش اس مفرد؟ اهو ساره جوري، مجوهرات ساره از سو فاليبل، قال از ما قالش ار ليه؟ عشان بتعامل مع جوري معامله الايه المفرد، يعني زي رايس وماني وزي الكلمات اللي ما بتتعدش دي. اللي وراها بقى ساره جولز، مجوهرات ساره بقت قطعه بقى، قطعه يعني ار ميد اوف دايموند، مصنوعه من الدايموند اللي هو اللي احنا بنقول عليه الماس يعني. لوز، ايه الفرق بين لوز ولوز؟ التانية دي ولص، لوز الاولى واسع او فضفاض، انما التانية لوز دي يخسر، والماضي منها لوست، لوست خسرت يعني، نقول اي لوست انا خسرت، ها والخسران اسمه لوزر، بنزود للوز دي ار. طب ايه لوس؟ لوس الخسارة نفسها يعني. بص اخر جملة، if Mr. Ayman leaves it will be a big loss to the school، لو مستر ايمن مشي هتكون خساره كبيره للايه للمدرسه. طيب كلمه اس من ضمن معانيها بتساوي بيكوز، ها وبتساوي وايل، يعني ممكن تيجي بمعنى بيكوز وممكن بمعنى وايل، وممكن تيجي بعدها وظيفه بمعنى كا، يعمل كا كذا. اي بص الاولى اهي، هي واز ابسنت، هو كان غايب، اس هي واز ال، عشان اس هنا بمعنى عشان بتساوي بيكوز، ها because he was ill، عشان كان عيان، يبقى as he was ill لانه كان مريض، يبقى as بمعنى لان. ممكن تيجي بمعنى بينما او اثناء اللي هي بيجي وراها الماضي المستمر، as اهو باسم was checking his email، بينما كان بيراجع الايميل بتاعه بيفحص الايميل بيشوف فيه ايه كده، he received a message from Jack، استلم رساله من جاك، جات له رساله، as يعني مص، as I was watching ذا ماتش، بينما كنت اشاهد المباراه، ذا لايت وينت اوت، النور قطع، يبقى بيجي بعد از الفاعل ووز اوير، والفيرب فيه اي ان جي، ده ماضي مستمر بتساوي وايل بالظبط. ممكن تقول مثلا هي وركس از ا دكتور، هو شغال دكتور، اي ورك از ا تيتشر، انا اعمل كمدرس. وممكن تيجي بين از صفه، از قلناها قبل كده مثله، عشان الاثنين يتساووا في الصفه، يقول مثلا اشرف از از كليفر از رشوان، يعني اشرف شاطر زي رشوان، واحنا مش عارفين الاثنين. المهم اللي وراها كاتون ديت القطن، جلاس الزجاج، جولد لاينين، بلاستيك، وول بيبر، اي خام ما بينتهيش باسم زي ما انت شايف كده يعامل معامله الايه الخامات، تعامل معامله المفرد، اسماء لا تعد وبتتعامل معامله الايه المفرد. بص ايجيبشن كاتون، القطن المصري، از ما قالش ار، is known all over the world، معروف في جميع انحاء الايه العالم. كلمه دريس هي يعني دريس كده كفعل يرتدي، I always dress in different colors، انا دايما البس يعني هدوم يعني بالوان ايه مختلفه. الجمله اللي وراها، الكلمه اللي وراها address، دي فستان يعني، رحمه is wearing a dress، حتى ايه عشان مفرد فستان واحد، يبقى هنا ترتدي فستان made of silk، مصنوع من الحرير. ادرس دي بقى باينه خالص اللي هي العنوان، واتس يور نيم، انت ادرس اسمك ايه وعنوانك ايه، ها واتس يور ادرس، تقول ماي ادرس از عنواني هو كذا كذا، اي دونت نو وير يو ليف، انا مش عارف انت ساكن فين، اي دونت نو يور ادرس، انا لا اعرف عنوانك، اي دونت نو يور ادرس، انا لا اعرف عنوانك، كان يو جيف مي يور ادرس، ممكن تقول لي عنوانك كده يعني. نخش على الكلمات دي بسرعه برضو، تايب اوف يعني نوع من، best for الافضل لي، look through يتصفح، يتصفح كتاب او نت او كده، good for مفيد لي، keep warm يعني احتفظ بالدفء، cost a lot of money يتكلف الكثير من المال، good go for a special meal يعني يذهب لتناول وجبة خاصة،
protect مع from يعني يحمي من، اقول مثلا ايه وير وير ذيس كوت، البس هذا الجاكيت، ات كان بروتكت يو فروم مثلا كولد ويذر، بيحميك من الطقس البارد. ها ميد اوف بيسبقها فيرب تو بي يعني از او ار، از للمفرد وار ايه للجمع. اقول مثلا ماي تي شيرت، التيشيرت بتاعي از ميد اوف كوتن، مصنوع من القطن. انما لو قال شوز، حذائي، يقول ار ميد اوف ليزر، مصنوع من الجلد. different from مختلف عن، look like يشبه، know about يعرف عن، take turns يعني كل واحد ياخد دوره، يتناوبون الادوار. ها wear special clothes يعني يرتدي ملابس خاصة. wear special clothes تنطق clothes كده، ها clothes كده يعني توقف على الاس كده clothes، انما clothes نطق غلط. feel relaxed يشعر بالاسترخاء. تمام.